عملية نوعية وكبرى للتكفل بالمحيط وتنظيف الأحياء والشوارع على مستوى ولاية الجزائر، حيث ستمس كافة إقليم الولاية. مشاركة قوية من المواطنين والمجتمع المدني، الجمعيات الرياضية، أيضا الجمعية الكشافة الإسلامية، لجان الأحياء شاركوا دوكا في التنظيفات ولا ننظفوا في الشوارع. احنا جمعية رياضية لكرة قدم نسوية تابعين لبلدية أجي سنتر الجزائر الوسطى، جينا لهنا باش نضامنوا مع البلدية الحملة التحسيسية للنظافة. اليوم جيت باش نشارك في هذا التوعية اللي مدينها هنايا باش نقوا المحيط تاعنا. احنا جورنا كامل نحبوهم نقايا، دونك بوركوا با ما نحبوش الزنقة تكون نقية، رانا نتلاقاو فيها بزاف، اوني داكور. دونك درنا هاد الحملة هادية باش تكون حملة توعوية باش نقدروا نسقموا باش نقدروا نوعيوا المواطن.